اللهم بارك. شوف اش كدير؟ شوف اول مره في المغرب الجديد، اول مره الاخوان غنجيبو لكم شي حاجه اوريجينال 100% وفيها اكثر من 10 الميزان، وما هادو اللي زاد ديالنا بلوتوث، شي حاجه هوت كام، شي حاجه الاخر وبالثمن ديال الدروج. اول حاجه بعدا اجي نشوفوا لي زاد ديالنا اخويا محمد. قرب 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 بوب. شوف هاد البلوتوث هادو غير جي ديرهم وين في ودنك، نخدموا لك شي حاجه غير تصنط ما تشريش. شوف لي لي زيات اللهم بارك، الا ما عجبوكش ما تاخذهمش. الا جيتي عندي ما عجبوكش هاد لي زيات، الا جيتي على ودهم ما عجبوكش نخلص لك الكوب ديالك. هادشي اللي كاين. شوف اللهم بارك، يا سلام. ها هما اش بان لك اخو محمد؟ اللهم بارك. شوف اش كدير؟ شوف اول مره في المغرب غنجيب لك لي زيات تعوم بهم. غتمشي للبحر غتجيب هادي، غدير فيها تليفونك امولاي، ها انت غدير الطن طن، غتعوم اخويا محمد، غتهز لي زياد ديالك بحال هكا. كتعرف البحر دابا فيه الشفاره، غتدخل كلشي 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 دابا كلشي. هادو ما ديرهمش هنا، ديرهم في ودنك عوم بيهم ناري كيتسد، ودخل تحت الماء وتصنت الموسيقى مع راسك صافي. السلام عليكم. غتدخل تحت الماء باللي زياد، ها هما ديال الماء، غتدخل تحت الماء تعوم وعوم ليا، عيش ليا اللحظه تحت الماء، ما طلعش كاع انت، ها انت اللي زيد. اللهم بارك. الميزه الاولى الاخوان، شوفوا الميزه الاولى كيفاش دايره، خطيره ولا ما خطيرهش اخويا محمد؟ اللي زياد ديال الماء وواعرين، والثمن ما يمكنش. الاغلبيه ديال الناس كيلقاو المشكل في المكالمه، ملي كيدوي مع بنادم كيقول لك ما كيسمعنيش الميكروفون. هذه ما فيهاش ميكروفون، فيها اربعه ديال الميكروفونات، ها انت اربعه ديال الميكروفونات في هذه لي زياد. وحتى بالنسبه للصداع، الا عندك صداع في ودنك كتسمع الصداع ديال الزنقه، في هذه الميزه كتحيد الصداع، يعني ما غاديش تبقى تسمع الصداع ديال الزنقه. عازل الضوضاء، عازل الضوضاء الاخوان. وبالنسبه للشارج، بالنسبه للشارج الاخوان، هاد لي زياد كيجيونا واعرين. الحاجه المهمه اخويا سعيد هي الشارج، كلشي هادشي اللي قلنا راه مهم مهم، ولكن الشارج عاوتاني راه اهم حاجه محمد. الا قلت لك كل وحده كدير لك 9 السوايع ديال الشارج، كل وحده ولا سريات سوايع، كل وحده كدير لك 9 الشارج، وبالنسبه للبواطه ديالهم كدير لك 40 ساعه ديال الشارج. اجي عندي كيدعموا الشحن الاسلكي اللي هو الويرلس، ها انت شوف لي، شوف لي الا عندك شي بور بحال هذا ويرلس، ها انت اخويا غتحطهم بحال هكا، ها انت كيتشارجاو الويرليس. الا عندك كونيكتور خاسر ولا شي حاجه غتشارجيهم غير شي باور بانك ويرليس ولا شي حاجه. وكيدعموا الشحن السريع 10 دقائق، غديرهم شارجو في الضو بحال هكا كما كنقول لك، كنشارجوهم 10 دقائق، كيدوا لك ساعتين ديال الشارج، يعني غديرهم في ودنك ساعتين ديال الشارج لمده 10 دقائق الا شارجيتيهم. وكما شفتوا اللي حنا في الماء راه يمكن لك تعوم بهم، تهبط بهم حتى المترو ونص، غتموت انت ويطلعوا لي زياد. البلوتوث ديالهم 5.3 دغيا كتكون لك طاو لي زياد، اللهم بارك. وشحال من واحد كيبغي ياخذ لي زياد باش يلعب، كيلقى داك الديكالاج في الصوت ما بين التليفون لي زياد. هذا الاخوان بالنسبه للناس اللي كيلعبوا راه احسن لي زياد، غتشري تلعب بهم هما هادو، ما كاين حتى مشكل، غتجي غتجربهم عندنا هنايا وعديهم. بالنسبه للناس اللي كيلعبوا بابجي سميتو، جي جرب وعاد خلص. كما قلت لك حيله لعب لي زياد ديال الخيط، غتلعب بهم غتلعب بهم بابجي. بالنسبه للناس اللي كيلعبوا بابجي بحال هكا وداك الشيء، يعني بحال لعب لي زياد ديال الخيط، ما كاين حتى شي ديكالاج ما والو. لي زياد الاخوان بالنسبه للثمن ديالهم، راه كيبقاو الثمن ديالهم 349 درهم بالنسبه للكارونتي. ها هو ها انت الكارونتي ديالهم اخويا محمد، باش تقول 13 شهر ديال الكارونتي، عام وشهر. بالنسبه للشركه على ايرفان راه معروفه على الصعيد العالمي الاخوان، وبالنسبه كما قلت لكم هما الايردو. اللهم بارك.